بسم الله الرحمن الرحيم. حل تمارين على إن شاء الله نكمل حل تمارين كتاب المعاصر صفحة 186 على مفاهيم وتعريف أساسية على الدائرة. بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة إذا كانت ميم دائرة طول قطرها 6 سنتي وألف نقطة على الدائرة. عندك طول القطر كام؟ 6، يبقى نص القطر كام؟ 3. ألف نقطة على الدائرة يعني على المحيط بتاع الدائرة. ألف نقطة فين؟ على الدائرة كده، يعني الدائرة هي مرسومة اهي، يبقى ألف هنا أي مكان ده المركز. من هنا لهنا قد إيه؟ 3 سنتي، لأن القطر كله 6. فإن ميم ألف هتساوي كام؟ 3. هل ميم ألف أكبر من 6؟ ميم ألف تساوي 6، ولا ميم ألف تساوي 3، ولا ميم ألف أقل من 3؟ يبقى ميم ألف بتساوي قد إيه؟ 3، تساوي 3. المماس لدائرة طول قطرها 10 سنتي، طول القطر 10، يبقى طول نص القطر كام؟ 5. يبقى المماس بيبعد قد إيه من المركز؟ شوف أنت بتقرأ المسألة، فكر كده بسرعة في الحاجات دي. المماس لدائرة طول قطرها، هو بيقول طول قطرها، يبقى طول نص قطرها 5 مش 10، 5. يبقى المماس هيبعد قد ايه؟ 5 عن المركز. يبقى نقرا المسألة نفهم بقى، مجرد ما هقرا المسألة يبقى انا عرفت الإجابة على طول. يبقى طول قطرها 10 يكون على بعد المماس، هيكون على بعد قد ايه؟ منين؟ من المركز. على بعد كام؟ 5. يبقى اختار الخمسة. السؤال اللي بعد كده، دائرة ميم طول نص قطرها 5 سنتي، يبقى هي عندي نص القطر هنا بكام؟ ب5، وألف نقطة خارج الدائرة، خارج يعني مش على الدائرة ولا جواها، يبقى هتبعد عن أكتر من 5، فإن ميم ألف يمكن أن تساوي كام؟ 3، طبعا لا 5، يبقى على الدائرة، 3 داخل دائرة، 4 داخل دائرة، 8 هي اللي خارج الدائرة. إذا كان طول قطر الدائرة 8، طول قطر يبقى طول، نفهم الفرق ما يقول طول قطر ولا طول نص القطر، انتبه لدي لأن دي هتغلطني. قول طول قطر 8 والمستقيم يبعد 2 سنتيمتر عن المركز، فإن المستقيم لام، يبقى نوعه إيه؟ ما يكون طول قطر 8، يبقى نص القطر 4، المستقيم بعد عن 2 عن المركز، يبقى خارج ولا يمس ولا قاطع؟ هيبقى قاطع للدائرة. إذا كانت ميم دائرة طول قطرها 14 سنتي، يبقى طول نص القطر بكام؟ ب7، طول نص قطر 7. يبقى ميم ألف وميم ألف بتساوي 2 س زائد 3. طب ميم ألف بإيه؟ قلنا 7، هنعوض عن ميم ألف بكام؟ ب7، بتساوي 2 س زائد 3، عاوز يجيب قيمة س، يبقى نقول 7 بتساوي 2 س زائد 3، يبقى 2 س بتساوي 7 ناقص 3 بتساوي 4، نقسم على الاتنين يبقى س بكام؟ ب2. الإجابة دي. ألف قطر ألف ب قطر في الدائرة ميم وألف جيم وب دال ممسان للدائرة، قطع ألف ب قطر والخط ألف جيم والخط ب دال. لاحظ ان ألف ب طرفيه ألف وب، يبقى ده وده ممسين عند ألف وعند ب، ممسان الدائرة. فإن الخط ألف جيم ايه علاقته بالخط ب دال؟ ألف جيم ايه علاقته بباء دال؟ أنا عندي ألف باء قطر ودول ممسين من طرفي القطر، اتفقنا لو أنني جيت عند طرفي القطر وعملت ممسين بيكونوا الممسين دول إيه؟ متوازيان. يبقى فإن ألف باء يوازي ألف جيم يوازي باء دال، يوازي باء دال. دائرة محيطها 6 باي، المحيط فاكر المحيط بيساوي ايه؟ 2 باي 2 باي نقط،
شيل الباي وهي الباي، اقسم الستة على الاتنين، يبقى مكة هتساوي كام؟ على ستة على الاتنين فيها التلاتة، يبقى دائرة محيطها ستة باي، والمستقيم لم يبعد عن مركزها 3 سنتي. احنا قلنا نص القطر حسبنا الوقت على طول بايه؟ بتلاتة، فإن المستقيم لم يكون لام على بعد 3 من المركز، نص القطر بيساوي 3، يبقى ده ايه؟ مماس، لأن المستقيم لام يقطع الدائرة عند الطرفين نص القطر، طرف نص القطر أو عندي نهاية نص القطر، يبقى إذن هو اسمه مماس، يبقى هو مماس للدائرة. إذا كانت مساحة الدائرة م بتساوي 16 باي، مساحة الدائرة بتساوي ايه؟ قلنا نحط النق، نطلع الاتنين بتاع النق فوق، يبقى ايه؟ باي نق تربيع، تشيل الباي مع الباي، يبقى 16 بتساوي نق تربيع، يعني النق بتساوي ايه؟ 4. يبقى نص القطر هنا في الدائرة دي ايه؟ 4. يبقى على طول كده وانا بقرا المسألة اطلع المعلومات اللي انا عارفها طلعتها خلاص، يبقى المسألة بقت سهلة قدام. ابدأ اذا كانت مساحة الدائرة، فاكر ان مساحة الدائرة كانت باي نق تربيع، تمام، ما نشيل الباي مع الباي، يبقى النق تربيع ب16، يبقى النق بست ب4، خلاص سبتها كده بسرعة. يبقى ألف نقطة في مستويها، ألف نقطة في مستوى الدائرة، حيث ألف بتساوي 8، يبقى البعد ما بين المركز والنقطة ألف 8، احنا قلنا نص القطر ب4، تبقى ألف فين؟ جوه ولا على ولا خارج؟ يبقى ألف تقع خارج الدائرة دي. ننتقل لبقية الأسئلة. دائرة ميم دائرة ميم طول قطرها 8 سنتي، فإذا كان المستقيم طول نص قطر، طول قطر الدائرة مش نص قطر، هنا قال طول قطرها، طول قطرها دي 8، دائرة ميم طول قطرها 8، فإذا كان المستقيم لام خارج الدائرة، فإن بعد مركز الدائرة عن المستقيم لام ينتمي. طيب واحدة واحدة، طول قطرها كام؟ 8، يبقى نق بكام؟ ب4، نق دي اللي هي المسافة بين ميم والنقطة اللي تقع على المستقيم، فإذا كان المستقيم لام خارج الدائرة، فإن بعد مركز الدائرة عن المستقيم لام ينتمي لأي فترة من الفترات دول؟ إذا كان لام خارج، يبقى إذا البعد يزيد عن الأربعة، يبقى أنا هاخد الفترة اللي إيه بتبدأ بأكتر من 4، ناخد دي من 0 لـ4، لا يبقى دي داخل الدايرة، من 0 لـ4 دي نصف مغلقة، دي مفتوحة، دي مغلقة، من 0 لـ8 بتبدأ من المركز اللي بره الدايرة، لكن دي بقى اللي هي بتبدأ من بعد مين؟ الدائرة. بتبدأ من بعد الدائرة، يعني من بعد محيط الدائرة، انت رايح الى ما النهاية مفتوحة، يعني اكبر من الاربعة وانت رايح، يبقى هي تاخد الفترة دي بتنتمي، يبقى لام دي الف تنتمي للفترة دي، تاخد اي قيمة في الفترة دي. اذا كانت الف نقطة في مستوى الدائرة ومن طول نص قطرها، ميم طول نص قطر الدائرة ناق، وكانت ميم ألف أكبر من الصفر وأقل من ناق، فإن ألف شوف أكبر من الصفر وأقل من ناق، يعني أقل من نص القطر، أرسمها لك تسهلها لك أكتر إيه؟ مش دي كده ناق، دي ميم ألف، لو ألف هنا أهو يبقى بصفر، إحنا بدأنا أكبر من الصفر لأقل من ناق، من هنا لأقل من هنا لهنا، أدي كده ناق. يبقى ألف تقع فين؟ داخل ولا خارج ولا على؟ يبقى داخل، لأن هي محصورة ما بين الصفر والنق، يبقى داخل الدائرة. بعد كده الدائرة
هنا طول قطرها يبقى طول نص قطرها يبقى نق بكام؟ بسين. نق بإيه؟ بسين. نق بيساوي سين. دي طول قطرها، قطرها باتنين سين، يبقى إذا طول نص القطر بسين، يبقى سين زائد واحد بتزود واحد دائما على نص القطر، يبقى يقع خارج الدائرة. يبقى دي تقع فين؟ خارج الدائرة. باستخدام كل من الأشكال الآتية اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. المسألة دي كلها هي دي كده، اللي عندنا مسألة واحدة اللي عندنا باستخدام الشكل ده. نركز شوية على الشكل ده. مماس ده ميم ألف، ميم ألف تبقى الزاوية دي كام؟ 90. دي 90. طب دي 120 من 180 تبقى كام؟ دي كلها كام؟ ده مستقيم قياسها كام؟ 180. طب ديت 120 تبقى دي كام؟ 60. دي 90 تبقى دي كام؟ 30. ايه المطلوب بقى؟ كده عرفت كل حاجة في الشكل اهو. فإن قياس زاوية ألف ميم ب، ألف ميم ب هي المطلوبة. مطلوبة بكام؟ قلنا دي 30 تبقى دي كام؟ 60. يبقى دي الزاوية دي ب60. 30 ديت ال 60، لأن دي 180 شيل 120 تبقى. أو تجيبها بطريقة أخرى، إن الزاوية الخارجة بتساوي الزاويتين ما عدا المجاورة، يبقى بتساوي 90 وكام؟ 120 و30 تبقى دي الزاوية دي 30. يبقى الإجابة 30. السؤال التاني، إذا كان ألف ب مثلا دائرة ميم عند ألف، وألف ب بيساوي ألف ميم، ألف مثلث نوعه إيه؟ متساوي ساقين، الزاوية دي كام؟ نفهم كده على طول، مثلث متساوي ساقين، تبقى الزاوية دي كام؟ 90، لأن ده مماس، دي مماس، دي 90، بتساوي الساقين، يبقى زاوية القاعدة متساويتين، طب ما دي 90، يبقى الزاويتين الباقيين 90، يبقى 45 و5 و40. 45 و45. عرفت انا فهمت الشكل كده، اقدر اجاوب على طول. عاوز قياس زاوية ميم، قياس زاوية ميم ب40، 45. سؤال بعد كده اهو، الشكل قدامك ده، دي 10 سنتي، دي 6 سنتي، دي مماس، دي مماس، تبقى الزاوية دي كام؟ 90. ألف ب مماس، هو يقول ألف ب مماس دائرة ميم، ميم ب بتساوي 10، ميم ب ب10، ميم ألف ب6، ميم ألف ب6. فإن طول ألف ب بكام؟ طول ألف ب دي 90، 10 6 نجيبها من فيثاغورس. يبقى بنقول عاوز ألف ب بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر، اللي هو ب م تربيع ناقص مربع ضلع القائمة الآخر، اللي هو م أ تربيع، بيساوي الجذر التربيعي من ب ب100 ناقص 36 تساوي الجذر 64. يبقى ألف ب إيه اللي هضربه في نفسه؟ يدي 64، 8 سنتيمتر. يبقى ألف ب ب8. يا الله ما شاء الله، سير كثيرة. نترك لكم الصفحة دي كده تحلوها ونشوف المسألة دي. برضو أنا بقرأ كده أستنتج الأشياء اللي موجودة في المسألة. إذا كان ألف جيم جيم يمس الدائرة اللي هي في صفحة 189، ألف جيم يمس الدائرة ميم عند ألف، أو ألف جيم ده يمس الدائرة عند ألف، يعني الزاوية دي تبقى كام يا جماعة؟ 90. أدي أهو ده عرفته، وده المنتصف الوتر ألف باء، ده دي منتصف الوتر. يعني إيه منتصف الوتر؟ وجاي من المركز هيبقى عمودي عليه، تبقى الزاوية دي 90. شايفين بقى الحاجات دي؟ أنا بعرف دي 50 ودهيت ال 40، يبقى الزاوية ديت ب50. سؤال تاني، مجموعة من المسائل 3
في مسألة واحدة أمك في كل من الأشكال الآتية أوجد ألف باء مماس. كل دول ألف باء فيها مماس، ألف باء مماس، مماس مماس، ده مماس. في هنا أعطينا 135، طيب ده جاي منين؟ من المركز، واصل للمماس يبقى عمودي، عمودي. دي 125 تبقى دي كام؟ بقت 180 اللي هي كام؟ 55، تبقى دي 55. هو عاوز ألف ميم باء، طب ما دي 90 ودي 55، تبقى دي كام؟ بقيت 90 اللي هما كام؟ 35. تبقى ألف ميم باء ب35 درجة. ألف دال باء، ألف دال باء، عاوز دي. طيب ده مماس، ده واصل من المركز، تبقى دي 90، دي 90، دي 30، تبقى دي كام؟ ها بقيت 180، 60، دي 60. مش ده نص قطر وده نص قطر؟ ايوه، يعني ده مسلم الساقين. تبقى الزاوية دي بتساوي دي، تمام. طب الزاوية دي كام؟ 120، لان دي 180 مستقيمة، شيل 60 تبقى ب120. تبقى الزاوية دي كام؟ 120. بقى دول كام؟ من 180 زوايا المثلث 180، شيل 120 بقى 60، يبقى كل واحدة فيهم 30، يبقى ألف دال باء ب30. هنا ألف ميم هاء، عاوز ألف ميم هاء اللي هي الزاوية دي، ده واصل منين؟ من المركز إلى منتصف الوتر، يبقى بيعمل إيه؟ عمود على الوتر. طب ما ده مماس، تبقى الزاوية دي كام؟ 90. وكسر زاوية الشكل الرباعي كام؟ 180. طيب ما ده عندك 90 و90، كسر الشكل الرباعي 360، دي 90 و90 ودي 50، باقي كام من 360؟ ادي 180 و50، 230. من 360 بقى 130، تبقى ألف ميم هاء 130. نشوف كده مسألة المتفوقين زي حالاتكم دول، جماعة المتفوقين اللي انتوا أحسن منهم كمان، بتقول ايه؟ في الشكل المقابل دائرتان متحدتا المركز، يعني مركزهم واحد، ميم طول نص قطر الكبرى، نق واحد اللي هو نق واحد، ميم متحدة المركز طول نص قطر الكبرى نق واحد، دائرتان متحدة المركز مي، طول نص قطر الكبرى ناق واحد اللي هو دي، وطول نص قطر الصغرى ناق اتنين اللي هو ده. ألف باء وتر في الدائرة الكبرى، ألف باء وتر في الدائرة الكبرى، يمس الدائرة الصغرى في جيم، وألف باء بسبعة سنتي، ألف باء بسبعة، أوجد مساحة المنطقة المظللة. ده سبعة، ده بكام؟ بسبعة، ده واصل من المركز ما للمماس، هيبقى عمودي، عمودي. طيب نشوف في الدايرة الكبيرة بقى، واصل من المركز عمودي على الوتر، يبقى نصف الوتر، يبقى ألف جيم بيساوي جيم دا جيم باء، ألف جيم يساوي جيم باء. جميل جميل. طيب أنا عاوز، يبقى إذا أ ج بسبعة، هو أ ب كله بسبعة، يبقى أ ج بتلاتة ونص، تلاتة ونص. عاوزين نجيب مساحة المنطقة المظللة، هجيب مساحة الدائرة الصغرى ومساحة الدائرة الكبرى.
كبرى واطرحهم من بعض، يبقى انا عندي ناق واحد بيساوي ايه بالنسبة لناق اتنين؟ نحسبها من فيثاغورس. ناق واحد تساوي الجذر التربيعي، ناق واحد تربيع، نشيل الجذر التربيعي ده، نقول ناق واحد تربيع هنحتاجه على بعضه بيساوي ناق اتنين تربيع زائد تلاتة ونص تربيع. طيب مساحة المنطقة المظللة بتساوي مساحة الدائرة الكبرى ناقص مساحة الدائرة الصغرى. الدائرة الكبرى مساحتها بإيه يا سعادة الباشا؟ كبرى اللي هو نق باي نق واحد تربيع، صغرى باي نق اتنين تربيع. طيب مساحة المنطقة المظللة بتساوي ناخد باي مشترك ونطرح ناق واحد تربيع ناقص ناق اتنين تربيع. طب قبل ما نعوض ده بيفكرك بإيه؟ تحليل فرق بين مربعين، يبقى بيساوي، ولا بلاشي ناخد تحليل فرق بين مربعين، نعوض على طول أحسن. ليه؟ أنا كنت عايز أحللها ومرجع ومحلتهاش، لأن أنا هعوض بنق واحد تربيع بالمقدار ده، المقدار ده هنا، يبقى أسلي، يبقى بيساوي باي نق واحد بإيه؟ بنق اتنين تربيع، ها، زائد تلاتة ونص تربيع. نق اتنين، نق واحد بنق اتنين زائد تلاتة ونص تربيع، اللي هو ده كده بس، الجزء ده هو هو ده كله اللي هو نق واحد تربيع، نق واحد تربيع ده ناقص نق اتنين تربيع اللي هو ده. نعم، نق واحد تربيع حسبته قبل كده طلع من فيثاغورس بنق اتنين تربيع زائد تلاتة ونص تربيع. الكلام ده ناقص نق اتنين تربيع مضروب في باي، يبقى بتساوي باي نطرح نق واحد اتنين تربيع من نق اتنين تربيع بصفر، يبقى فاضل باي في تلاتة ونص تربيع. يبقى اذا مساحة المنطقة المظللة هو بيقول خد اللي باي باتنين وعشرين على سبعة بتساوي اتنين وعشرين على سبعة في تلاتة ونص تربيع اللي هي خمسة وتلاتين على عشرة تربيع، يبقى خمسة وتلاتين على مية. طيب نحسبها بسرعة بالآلة الحاسبة. يبقى نضرب اتنين وعشرين في خمسة وتلاتين في خمسة وتلاتين كمان عشان التربيع على ده كله على سبعة، ونقسم الناتج على مية هيديني تمانية وتلاتين ونص، تساوي تمانية وتلاتين ونص سنتي متر مربع. عندك الناتج